الرحمن سارود فاعل اقتصادي واجتماعي، نائب منسق التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني العربي أكادير. إذا هو كان أولا هو أول محطة ديال اللقاءات ديال السيد الرئيس اليوم في أكادير. أكادير باعتبار أنها كمدينة مهمة وكقطب اقتصادي، مركز اقتصادي مهم، يعني بهذا الأساسيات بأنه خدا المبادرة باش تكون أول لقاء مع الساكنة، باش أولا باش نرجعوا للبرنامج اليوم ديال المدينة نعطيو فيه يعني فين وصل هذا البرنامج وشنا هي وشنو كيطلبوا للساكنة وال يعني التطلبات وحتى الاقتراحات ديال الحزب اتجاه الساكنة. وثانيا كذلك فكانت مناسبة للسيد الرئيس أنه أعطى خمسة ديال أهم الأولويات اللي كاينين في البرنامج ديال الحزب اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غيتطبق غيتم تطبيقهم في الحكومه المقبله ان شاء الله الى تصدر حزب التجمع الوطني الاحرار يعني الانتخابات المقبله. وبالتالي هي كلها كاين خمسه ديال الاولويات كبيره، ولكن كاين 25 اجراء. السيد الرئيس اليوم شرفنا انه اعطانا خمسه ديال الاولويات يعني ديال الاولويات، واعطانا كذلك خمسه ديال الاجراءات المتزامنه معها اللي غادي يتم يعني العمل عليها، اللي هي اولا الصحه، التعليم، الشغل، الحمايه الاجتماعيه، ثم الاداره. هذه كلها اولويات اللي بالنسبه لنا كحزب التجمع الوطني الاحرار خديناها يعني وخديناها من طرف يعني المواطنين والساكنه من خلال مئات يوميات مدينه، وكذلك يعني جات من عند المواطنين في الاتصال المباشر وغير المباشر مع الحزب. والحمد لله كاين واحد التفاعل كبير مع المواطنين، كاين واحد التفاعل كبير ديال الساكنه مع هذا البرنامج ديال الحزب التجمع، اللي كنظن بانه جا اليوم باش يجاوب على جميع الاسئله ديال الحزب ديال المواطنين، ويعطي برامج اللي هي مدققه علميه يعني بارقام اللي هي مضبوطه واللي اشتغلوا فيها الاخوان والاخوات المناضلين في هذا الباب، وبطبيعه الحال مع اختصاص ديال كل يعني قطاع سواء في التعليم في الصحه او لا في الشغل. وكاين محطات اخرى اللي غادي تكمل يعني الاشتغال عليها في مدن اخرى باش نعطيو تصور ديال الحزب على المستوى الوطني اشنو بغى، اشنا هي الاولويات ديالو واشنا هي البرامج ديالو. وان شاء الله كنتمنى انه الساكنه يعني كما شفناه في اكادير في مدن اخرى يكون واحد اقبال كبير على هذه البرامج ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنظن بانه هي اليوم هو الموعد الحقيقي او يعني الوقت الحقيقي للتغيير، باش يعني المدينه ديال اكادير والسماسه على العموم والوطن على العموم باش ياخذ واحد الانطلاقه ما بعد الكوفيد. اختيار يعني اليوم اكادير باش تكون اول محطه في هذه السلسله ديال المحطات ديال التواصل مع الساكنه كان اختيار جد موفق من طرف السيد الرئيس، لانه اكادير اليوم وسوسمسه بصفه عامه هي القطب اللي كما ذكر سيدنا في يعني في الخطاب ديالو انه القطب الاقتصادي ديال المغرب اولا والمركز الاقتصادي ديال المغرب ثانيا. وكما كتعرفوا بانه اكادير مؤخرا عرفت واحد الديناميه كبيره ديال المناضلين والمناضلات ديال حزب التجمع الوطني الاحرار، واحد الانخراط كبير ديال الساكنه مع هذا البرنامج ديال الحزب، الاستقطاب كبير الحمد لله اللي كيتم من طرف الساكنه اللي كيجيو كيسولوا على هذا الحزب لانه عطى الاهداف عطى البرامج ديالهم. وكذلك لانه اكادير اليوم محتاجه لكفاءات قويه اللي غتزاد المدينه، محتاجه لولاد بلادها اللي غادي ترفع المدينه وتحقق النمو سواء الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا السياسي ولا الثقافي على المستوى ديال المدينه. وهذا اللي جاء كذلك على لسان جميع الساكنه انهم كيطلبوا من السيد الرئيس عزيز خنوش انه يتقدم شخصيا للمدينه باش يدير الدفعه للمدينه والجهات المسؤوله بصفه عامه.